اختتمت ورشة عمل الحوار السوداني بالقاهرة، والتي جاءت بعنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع، وذلك حول سبل تجاوز الأزمة السياسية الحالية. وتوصل المشاركون إلى توقيع وثيقة التوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار. مع ختام أعمال ورشة العمل السياسية السودانية التي استضافتها القاهرة تحت عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع، جاء المؤتمر الصحفي بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة. الورشة ناقشت كثير من القضايا، القضية الدستورية كقضية محورية، القضية بتاعت المهام الفترة الانتقالية، القضايا بتاعت هياكل الحكم الفترة الانتقالية، القضية بتاعت الشباب والمرأة وإسهاماتهم في مجالات الثورة المتجددة، وكذلك قضايا النازحين واللاجئين وكل القوى الموجودة. حوار فعال وطلع بمخرجات ممتازة. أولا إن اعتمد الوثيقة الدستورية ل 2009، اعتمد الحوار المتصل دون إخصاء أحد في السودان في الفترة العصيبة دي، وضع معايير معينة لاختيار الحكومة ولرئيس الوزراء، وضع معايير معينة لاختيار رئيس الوزراء والمجالس التشريعية. ورشة العمل تعقد وسط تطلعات لأن تمثل منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة وذات تأثير في المشهد السياسي السوداني. كانت مناقشات سودانية حرة، تناقشنا حول مستقبل المرحلة الانتقالية وكذلك ما بعد المرحلة الانتقالية. النقاشات كانت نقاشات حرة وشفافة ومباشرة وصريحة. لا أسميها نتائج، وربما هي خارطة الطريق للفترة الانتقالية وتمهيدا إلى الانتخابات التي حتأتي بعد الفترة الانتقالية. طبعا تم مناقشة باستفاضة قضايا الانتقال ومعايير تشكيل الحكومة المقبلة والآلية. أيضا نفتكر الفترة اللي فاتت دي ما كانت في آلية لتشكيل الحكومة، والآن نحن توافقنا على أنه حيكون في مجلس أو هيئة تتكون من 100 فرد هي التي سوف تقوم بهذا الدور. وفي أجواء من التوافق الوطني السوداني، وقعت القوى المشاركة في الورشة على وثيقة التوافق السياسي بهدف تحقيق طموحات جماهير الشعب السوداني. رامي محمد، التلفزيون المصري.